بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فجاءته
Oh.
قالوا
فأرسله معي ردا يفضل
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون صدق الله العظيم.